اوكي، السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. طبعا يا شباب جبت لكم فيديو من سيرفر عرب كرافت الحلقه الثانيه او الرابعه، والله ما اعتقد يب اعتقد انه هي الثالثه. اليوم راح نروح انا والمتابعين العالم النذر، شوفوا هذا ورانا عالم النذر. طبعا مو انا اللي بنيت، المتابعين والله كفوا منهم، هم اللي بنوه. موجود انا واخوي حسين وبعد عضو جديد دخل بالسيرفر، راح نروح ونستكشف عالم النذر مثل ما شفتوا بالعنوان. طبعا اول مره بالسيرفر راح ادخل عالم النذر، ويا رب يا رب يعني تطلع فيه مفاجات وكذا، لان حرفيا والله ما داخله يا شباب. فيب ما اريد اطول عليكم، اخليكم مع المشاهده بيسار يا حبيبي. قاعد اوكي يا شباب، مثل ما قاعد تشوفون هسه خلينا نروح العالم النذر الخرافي، والله يا شباب جدا اسطوري. يلا بسم الله خلينا ندخل. اوكي ورس بنا، يلا بسم الله يا شباب. ها اوه شوفوا ايش حصلنا، شوفوا ايش حصلنا. يلا بسم الله يا شباب، راح تبدي اول فايتات بالسيرفر. ابلعوا مالي حرفيا زق. اوف 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 اوح ابلعي. كفو 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 والله يا شباب. اوف لا 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 لا، ماي ماي يفيد، الماي ماي يفيد، قسم بالله ماي يفيد. او ماي جاد ابلعي. كفو قتلتها 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 يا شباب، والله نايس. اوكي يا شباب، اول استكشافاتنا شنو هذا؟ حرفيا اول مره بحياتي قاعد اشوفه. شوفوا منو سيار علينا. المهم خلينا نكسره. اوكي ما اقدر اخذه ولا اقدر؟ والله شكلي ما اقدر اخذه. خلي نكمل يا حبيبي. ثلاثة من كن ولا ايش؟ لا لا ابلعي. واه ما ماتت، كيف ماتت؟ ماتت ماتت. اوكي كفو. اوه يرسبين، من يموت يرسبين؟ والله صار لي كثير ما محاربه هذا الوحش المطاطي. انا مسالم، انا مسالم مسالم. اوه هاجمونا، والله حرام هاجمونا. كفو قتلناهم، كفو كفو كفو. والله حرام كنت اقايضهم مع الجولد، لقينا جولد هسه. خلينا ناخذه، هذا اول استكشاف. اوه وات يا حبيبي، وش فيكم وش فيكم؟ لا ابلع ابلع. اوكي يا حبيبي شوف كيف طالع، شوف كيف طالع، موتي. اوكي كفو، يلا خلينا نكمل نكسر الجولد. طبعا يا شباب هذا مو جولد، جولد صحيح هو جولد بس حبات جدا جدا يعني صغيره مثل ما قاعد تطالعونها. او ماي جاد او ماي جاد، الدمج خرافي حقكم، الدمج خرافي. صار عندنا 19 حبايه جولد. قبل شوي شفت جولد هنا، جولد يا حبيبي والله. اوه شوف ايش حصلنا من اول لعبه لماينكرافت لحد الان، ما عرفت ذا وش فايدته، ما عرفت ذا وش فايدته. خلينا نكسر الثلج. اوف 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 والله شفت عنا ميمز بالتيك توك يضحك، هذا الضوء انت تطيح باللافا. شباب يلا بسم الله خلينا ناخذه. نايس والله قاعد ناخذ. ويت حلو حلو، اول مره بالسيرفر راح يكون عندنا من هذه الماده، والله نايس يا شباب. راح نقدر نصنع من هذا الجلوب، جلوب جدا جدا جميل. وش حصلت؟ شوفوا يا شباب وش حصلت، هذا الكيوت والله كيوت يا حبيبي. لا مستحيل، طبعا هذا يا شباب مسالم لا تضربونه، والله انه يعني مسكين. ناس اكو ناس تحسب انه شرير طايحين فيه ضرب. اعتقد انه خلاص. اوه جمعنا 61 او تقريبا ستاك، يب ستاك ستاك. حلو 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 يا شباب، مثل ما قاعد تشوفون خلينا ننزل وراح نبدا مغامره جديده، كل شوي راح تكبر المغامره. اوه يا شباب نسيت عندي الترا، ياب ياب نسيت عندي الترا. وين كيف تلبس؟ اوكي كفو. واو يا حبيبي، نوعية شجر جديدة يا شباب، نوعية شجر جديدة. خلي نكسر. طبعا قسم بالله يا شباب اول مرة انا داخل هذا السيرفر، وما عندنا اي من هاي المواد الموجودة بعالم النذر، يعني اي مادة قاعد تشوفونها هسه قد اوه واو واو، اي مادة قاعد تشوفونها حرفيا ما موجودة بعالمنا الاساسي. والله شكلنا راح نموت، والله شكلنا راح نموت يا شباب. ابلع كفو كفو، بقيت بس انت، بس انت ابلع. والله ضربني، كفو كفو. والله اعطاني البو حقي، اعطاني البو يا شباب، بس والله راح ينكسر هذا. لحد الان ما اعرف وش فايدته، اذا تعرفون كتبوا لي بالتعليقات خلي اخذه. يلا يا حبيبي. اوكي خلينا نشوف شنو شكله. اوه هذا شكله، شوفوا يا شباب هذا هو شكله. والله ما اعرف وش ام فايدته. عضو جديد دخل السيرفر يا شباب، روح له روح له. نحن حارصين انه كل عضو يدخل بالسيرفر لازم انه ما يفلش، لازم نتفاهم وياه، وشرط انه يكون يعرف يقرا ويكتب بلغه ماينكرافت. حبيبي حبيبي لا تهاجمني، لا تهاجمني. ابلع ابلع ابلع. اوه والله ضربته قويه، ضربته قويه جدا. خلينا نكمل. اوكي يا شباب اهم شيء ما نضيع الطريق، الطريق هناك. او ماي جاد لازم اهرب. دخل بعد عضو جديد يا شباب، حياكم بالسيرفر. اوف 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 اوف. ام ديد ام ديد ام ديد يا شباب، ام ديد. ابلع والله كفو منك يا اخوي، كتلهم كلهم. خلي اكمل ونشوف شنو عندنا ما عندنا، بس لازم اكل يا حبيب. وش تريد يا حبيب؟ والله راح اموت يا شباب. اقتله اقتله يا حبيبي، حاطين عيونهم علي. اوف 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 اوف. ابلعي، والله كانت بتضربني يا الهي.
شوفوا يا شباب وش حصلت، مكان جديد حرفيا. شوف الجولد، شوف الجولد في كل مكان، والله الجولد في كل مكان يا شباب. اوكي خلينا نصعد قبل لا تهاجمنا هاي. اوكي كفو كفو، خلينا نجيب من هذا الضوء. لا راح اموت، راح اموت يا شباب. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، ام ديد ام ديد، والله اني ام ديد. لا 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 والله ام سوري، لا 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 لا. او ماي جاد، ابلع كف، قتلتي والله. راح يرسبن منه كثير يا شباب. خلي اهرب، خلي اهرب، يا رب يا رب ما توصل لي، يا رب ما توصل لي يا شباب، والله انها تخوف. خلي اهرب، يلا 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 يا شباب، يلا يلا جي جي وياس رجعني. خلي شوي يا شباب اعالج نفسي وارجع. ناخذ نفس، خلي ناخذ نفس يا شباب. او ماي جاد مرتاحين، وهسه خلي نرجع ندخل. ام باك يا النذر، ايم باك. اوه يا شباب شوف ايش حصلت يا، والله العظيم من اكثر المخلوقات اللي احبهم بماينكرافت هذا المخلوق يا شباب، والله انه يا اخي جميل. شوفوا يا شباب والله انه اسطوري. طبعا يا شباب هذا الحيوان يتروض، وتقدرون يعني حرفيا تمشون فوق اللافا بدون اي دمج. على كل خلي ناخذ الجولد. طبعا يا شباب والله اكثر مكان ممكن تحصلون فيه جولد وتصيرون اغنياء هو عالم النذر. يعني بكل بساطة تدخل العالم النذر اللي هو ما يكلفك اصلا، طلعت عضو جديد اسمها زينب. والله يا شباب يعني السيرفر مالنا متروس ومن اوكي نكسر هذا اللي ما اعرف وش فايدته. صرنا هواي والله يا شباب من جد صرنا. اوه شوف الاعضاء اللي داخلين بالسيرفر يا الهي يا شباب. طبعا اذا تريدون تدخلون للسيرفر اكثر شيء راح يكون الظهر يا شباب ورا الغداء او كذا وقت راح يكون سيرفر شغال. خلينا نكمل نطير بالالترا يا حبيبي. اوفا والله كنت بطيح بهذا الحفره، والله اني طحت يا شباب بعد اني طحت. خلينا نكمل ونشوف شكو ماكو. خلينا نجيب من هذا القراس، ما ادري وش اسمه يا حبيبي. وش تبي وش تريد؟ يلا واخر من هنا، واخر من هنا. اوكي في لافا يا شباب، في لافا. خلينا نصعد، حصلنا مكان جديد، حصلنا اوه ذهب ذهب ذهب. اخذ الذهب يا حبيبي، والله كفو يا شباب. خلينا نشوف ايش قد صار عندنا من الذهب الخالص. اوكي صار اوه والله بعد في كثير. يا ويل يا شباب من هنا استاكم، من هنا 38 قسم بالله يا شباب راح افرح السيرفر. طبعا راح اعطيها جيف اوي للمتابعين لانهم يستاهلون. يا حبيبي شوف الذهب يا شباب، قسم بالله حصلنا كثير ذهب، كثير ذهب كثير شباب والله العظيم. يعني المتابعين قاعد يطلبوني بشكل فظيع، وين احمد وين احمد وين احمد وين احمد. والله يعني قاعد اصور يا شباب، قاعد اصور بس. اوكي خلينا ناخذ هذا اللي ما من جده فايده. اوكي اخذنا، خلينا نطلع برا يا شباب لان حرفيا امتلأنا. شوف الغراض اللي امتلأنا بيها يا شباب. شوفوا يا شباب هذولي المتحولين الخنازير، والله شكلهم جدا يعني مختلف، مختلف بالموديل اللي انا حاطه. اوكي يا شباب مثل ما قاعد تشوفون رجعنا للسيرفر مره ثانيه، وحصلنا كثير من هذه اللي ما اعرف وش هي، حشائش ما ادري ايش. حصلنا من هذا الباودر الاصفر، وحصلنا ستاك من هذا البلوك اللي ما والله يا شباب النذر ما اعرف ايش هو اصلا. ولا ننسى حصلنا كثير وكثير من الجولد الخالص. اوكي فهسه يا شباب خلوا نروح للبيت او لمنطقتي، اراويكم ايش قد هي جميله وسويت لها تعديلات وحطيت طابق ثاني للبيت. فيبي يا شباب اوه شوفوا، طبعا نسيت اقول لكم الرسبون كبرناه لان صارت الاعضاء جدا كبيره. فهسه خلينا نضغط على منطقه احمد جي ام ونراويكم وش فيها ما فيها. فيبي يا شباب مثل ما قاعد تشوفون وصلنا لمنطقه احمد جي ام، وواضح اني سويت طابق ثاني للبيت. طبعا اسف لاني ما سويت بعد اشياء زايده، سويت حظيره ما سويت مسبح مزرعة، كل هذه بالحلقات الجاية ان شاء الله. هسه خلي نكمل وندخل للبيت ونراويكم الطابق الثاني مثل ما قاعد تشوفون. هذا هو البيت الرهيب، وطبعا هنا تقدرون تسمعون موسيقى بس ما اريد يعني شوي اشوش الصوت عليكم. على كل يا شباب مثل ما تشوفون المصعد كهربائي، مجرد انك تجي هنا وتضغط على الزر راح يصعد. اوه 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 ابلع، ونسيت اني اخلي شموع، نسيت اني اخلي شموع يا شباب. ابلع. او ماي جاد في ثلاثة اربعة زومبي، اخيرا قتلتهم، اخيرا قتلتهم. شوفوا ايش سووا بدمي يا شباب. على كل مثل ما تشوفون هذا هو الطابق الثاني بعد ما مأثث، بس والله العظيم جدا جدا اسطوري. شوف الشبابيك جدا اسطوري البيت مثل ما تشوفون هنا. اعتقد انه هنا راح تكون غرفه ثانيه، يب اعتقد انه راح تكون غرفتي الرئيسيه. نرجع لمنطقتنا ونشوفكم المتابعين. مثل ما تشوفون يا شباب هذول هم الاعضاء، طبعا اعطيناهم منحه المشرف علشان يبنون بيوتهم، بس هذه قاعد تكسر بيتها مو تبني والله ما ادري. ونراويكم العضو الثاني، وهذا هو العضو الثاني يا شباب ايضا قاعد تبني بمنطقته. طبعا كل عضو راح نعطيه منطقه خاصه به. وهذا عندكم هنا العضو الثالث. هلا والله اسف سحبتك، والله اسف اسف.
وفي كثير وكثير من الاعضاء. فيابا يا شباب هيك وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه وفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. ومثل ما تشوفون يا اخي والله المتابعين اسطوريين، حرفيا اسطوريين. طبعا في متابعين ايضا ما جايين معانا، فيب كتبوا لي شنو تريدون انزل بالحلقات الجايه، انزل عن مود، انزل ابني حظيره، انزل على السيرفر. وحبيب والله هاي الحبشكلات، اشوفكم بالمقاطع السابقه، احبكم هواي ومع السلامه.